السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متابعينا على قناتنا طقس الفلاح. تحية طيبة للجميع وتحية طيبة للجميع متابعينا عبر تراب الوطن. إذا مشاهدينا الكرام، لآخر تحديثات نماذج الطقس العالمية، توقعات حالة الطقس بالمغرب يوم غد 2/18/2023، سوف نقدم لكم آخر تحديثات نماذج الطقس العالمية بالتفصيل. ويتوقع إن شاء الله بيوم غد استمرار بعض الزخات المطرية على مرتفعات الأطلس والأقاليم الجنوبية للمملكة وعلى قريب أوسرد والداخلة. ستعرف بعض الأمطار الرعدية المتوقعة إن شاء الله على الداخلة وأوسرد إن شاء الله. وإي خلال الأيام القادمة يتوقع دخول أمطار عاصفية قوية محليا. سوف نقدم لكم المناطق المعنية بالتفصيل في هذا الفيديو المفصل من قناة طقس الفلاح. فالمرجو التفضل مشاهدة الفيديو الأخير لكي تعرفوا المناطق والمدن المعنية بالأمطار العاصفية الرعدية القوية جدا إخواني الأعزاء في هذه النشرة المفصلة إن شاء الله، مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة إن شاء الله. وبالنسبة للأيام المقبلة كما قلنا لكم، فهناك اضطرابات جوية سوف تشهد المملكة يوم الثلاثاء. سوف نقدم لكم المناطق المعنية بالتفصيل الممل. تكون أمطار عاصفية يوم الثلاثاء وأمطار قوية محليا كما تشاهدون إخواني الأعزاء في الفترة بعد الزوال. المناطق المعنية فهي توريت، فاس مكناس، برد، وطاط الحاج، كوخنيفرة، ميدلت، إفران، ابن ملال، الرباط، كذلك استاد برشيد القارة، ولاد فرج، سدي بن نور، بن قرير، كذلك أكادير، بوعشيبة، وكيمدن، أوزميز، إيمنتانوت، أيد داود، ورزازات، تازناغت، كذلك التاليوين، أشت، أسول، الراشدية، تينغير، الريش، قرامة، وطاط الحاج، ميسور، مرتفعات الأطلس، السفوح الشرقية. ستعرفوا أمطار رعدية قوية محليا خلال الفترة الليلية. ستصبح هذه الأمطار قوية محليا على أقصى شمال المملكة والجهة الشرقية، وكذلك على الرباط، سطات، سيدي سليمان، الناظور، وجدة، توريت، وطاط الحاج، كذلك تطوان، الدريوش، إيساقن، تاونات، ساكا، تازة، قرسيف، عاطف، تاونات، وطاط الحاج، وكذلك الرماني، والماس، سطات، برشيد القارة، مكناس، والغرب. أمطار رعدية غزيرة عاصفية على هذه المناطق ابتداء من يوم الثلاثاء. ويوم الأربعاء يتوقع استمرار الأجواء الغير مستقرة على الواجهة المتوسطية، وجدة، وجرادة، وكذلك المناطق الواجهة المتوسطية. خلال الأيام القادمة بإذن الله فيتوقع دخول كذلك بعض الجبهات الممطرة على الغرب وخصوصا على العرائش وطنجة يوم الجمعة إن شاء الله. في الأيام القادمة ويوم السبت فيتوقع إن شاء الله أن تبقى الأجواء عموما صافية إلى قلة سحب. بالنسبة ليوم الاثنين والثلاثاء أجواء مستقرة بدون تغيير كبير.